على نغمات النشيد الوطني انطلق الاحتفال بعيد الوحدة الألمانية. الرئيس الألماني يوأخيم جوك يستعيد ما أنجزته ألمانيا خلال 23 سنة الماضية. معا بشكل فريد نتأمل هذا اليوم وننظر إلى ما حققناه في الأوقات الصعبة ونشعر بالامتنان إزاء التطور الحاصل. وأضاف الرئيس بأن ألمانيا مطالبة بالانخراط أكثر على الصعيد الدولي في المستقبل. المستشارة أيضا أوضحت في مدينة شتوتغارت أن ألمانيا حققت الكثير ومع ذلك لا يمكنها الخلود إلى الراحة. أمامنا بعض الأمور ينبغي إنجازها، فنسبة البطالة أعلى والأجور أدنى في شرق ألمانيا. مراسم الاحتفالات الرسمية بدأت في الصباح، ففي الساعة العاشرة قرعت أجراس كنيسة العطاء في مدينة شتوتغارت للتذكير أيضاً بأن الوحدة الألمانية هبة وليست حدثاً بديهياً على حد تعبير رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان. ألف مدعو احتفلوا في كنيسة العطاء بذكرى الوحدة، حيث ينتظر مشاركة مئات الآلاف في مهرجان المدينة تحت شعار معاً بشكل فريد.